صباح الخير واخيرا يجي الصبح. طبعا انا اليوم قررت اني راح ابني بئر من الدايمة. طبعا انا كلش غني وعندي هواي فلوس، ومثل ما جاي تشوفون هذا بيت كبير كله الي، كلها من دايمة، دايمة خرافي. طبعا عندي هنا هذا النشتلات الخرافيات، والصراحة بيتي كلش حلو. بس قبل كل شيء خليه اشغل هاي المروحة الاسطورية اللي ما في احسن من عندها، لان تعرفون هسه صيف والجو كلش حار، ولهذا السبب شغلت هاي المروحة الخرافية. بس قبل اروح ابني البئر، خلي اتفطر، خلي يقعد على الكرسي. اوه اكو كوكيز كلش حلو. اوكي خلي اكل كوكيز. دقيقة قول يلا، ما جايت نوكل هاي، والله ما اعرف. اوكي والله طعم الكوكيز كلش حلو. اوكي خلاص نصها ان شاء الله غدا نكملها، اوكي او بعد شوي. المهم قبل كل شيء خلي افتح الثلاجة اشوف لي عندي باكت ماي. لا والله الصراحة ما عندي باكت ماي. اوكي مو مشكلة، هسه شنو راح اسوي؟ اوه جاري اللي من الاميرالد، او ماي جاد. اوكي مو مشكلة، الله يرزقه، لان تعرفون الاميرالد احسن بشوي من الدايموند، بس مو مشكلة، الله يرزقه صديقي وحبيبي الاميرالد. اوكي مو مشكلة، هسه خلي اجهز الشغلات او البلوكات اللي راح نحتاج لهم حتى نصنع البئر الخرافي، البئر من الدايموند. بس قبل كل شيء خلي ناخذ لنا الدايموند. اوكي الدايموند ثاني شغلة، راح ناخذ لنا هذين البلوكات مال الزينة. مثل ما جاي تشوفون هذين البلوكات، بلوكات خرافيات مال الزينة، يعني راح تنطينا بالنهاية منظر كلش حلو. اوكي وعندنا هنا همينة عندنا هذا الصوف مثل ما جاي تشوفونه، بس خلي نكسره. يعني هذا الصوف همين نفس الشيء راح ينطينا منظر او شكل للبئر كلش خرافي، تمام؟ وهمين راح ناخذ شغلة راح تفيدنا، راح ناخذ الشافل. فيلا ليتس جو. طبعا قررت اني ابني البئر من هذا الاتجاه، مثل ما جاي تشوفون هاي المساحة او هاي المنطقة. ان شاء الله اليوم راح نشتغل على البئر الخرافي مالتنا. اوكي فقبل كل شيء يا شباب خلينا نكسر لنا 1 2 3 4 5. اوكي 5 بهذا الشكل، 1 2 3 4. لا هذاني 4، لو كم 1 2، هاي 3 وهاي 4 وهاي 5. اوكي كلش حلو. اوكي 5 × 5 هاي 2 وهاي 3 يا شبابنا الحلوين، هاي 4 وهاي 5، ومن هاي الجهة نفس الشيء 5. يعني شباب اذا عجبكم هذا البئر اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات وتقولوا لي بئر خرافي. اوكي هسه اعلمكم شلون تصنعون البئر الاسطوري، ما في احسن من عنده. طبعا هذا البئر بيشغله كلش خرافية، يعني هذا البئر راح يتحول الى بئر امنيات، يعني راح اكو شيء راح نتمناه راح يجينا على السريع. مثلا نتمنى تجينا جولدن ابل، على السريع. مثلا نتمنى تجينا اي شيء تتمناه يجيك على طول. اوكي خلنا ناخذ الدايموند يا دايموند الديرت. اوكي هسه خلينا نصعد. شنو بعد؟ لا لازم بكاكس، يلا اشيل هذا. شباب جبنا العيد. اوكي مو مشكله اجت لي فكره ما احسن. طبعا راح نصعد كم بلوكه؟ 1 2 3 4 5. نصعد 5 بلوكات. اوكي 5 بلوكات. اوكي زي كذا 5 بلوكات كلش حلو. ننزل مره ثانيه 5 بلوكات ثانيه، خلي نصعد وراها نفس الشيء. خلي اشوفكم طريقه كلش سريعه حتى تبنون بيها البلوكات. اوكي 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. طن هم نعيد الطريقة أو نعيد نفس الكرة، نعيدها مرة ثانية. 1 2 1 2 1 2. لا خلصت الدايموند. 1 2 1 2. أوكي تمام، هذا أعتقد لازم نكسره، والله ما أعرف. أوكي مو مشكلة، راح أكمل. أوكي ما بقى شيء. أوكي خلصنا البئر. هسه شنو راح نسوي؟ راح نحط مداير البئر مالتنا، اللونتير او هاي البلوكات مال الزينه، حتى تنطينا منظر او شكل كلش خرافي للبئر الاسطوري الدايموند مالتنا. اوكي سريع. اوكي خلصنا البئر الخرافي. وبعد عمينا عندنا شغله اضافيه، مثلا يجوز اكو ناس تريد بعد شكل يكون احسن. فاول شغله خلي نكسر كل هذا الدير، خلينا نكسره طن. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اوكي كسرناها، هسه شنو راح نسوي؟ راح نجيب الول او اللايت بلو او هذا الصوف الازرق، ونفس الشيء نحيد مداير البئر، هذا الصوف الخرافي اللي ما في احسن من عده. اوكي طن 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 طن. اوكي خلاص البئر عبالكم بس كذا؟ لا بعد اكو شغلات هسه راح اشوفكم اياها، شغله خرافيه راح تحبونها بشكل مو طبيعي. اوكي اول شغله خلينا نصعد تقريبا 4 بلوكات، لا وقعت بالغلط، 4 بلوكات. شنو بعد نسوي؟ 1 2 3
ومن هنا 1 2 3 ومن هنا 1 2 3 اوكي خلصنا. هسه راح ننزل بالتشابل، التشابل الخرافيه، التشابل الخرافيه. اوكي بعد شنو نسوي؟ نسوي هاي الحركه. شوف شوف شوف. اوكي هسه خلي ارجع البيت، اكو شغله لازم اجيبها اللي هي الفنس، لازم احتاج الفنس حتى اعلمكم شغله خرافيه هسه راح تحبونها كلكم. اوكي وين الفنس؟ اي عندنا ستاك فنس كلش حلو، كلش راح يفيدنا هذا الفنس، راح نسوي لنا حركه كلش خرافيه. واو 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 خرافي شباب بنات، بئر خرافي، بئر اسطوري. اوكي شنو مناني؟ اوكي جبناها اعتقد. بعد اعتقد جبنا العيد في شغله. دقيقه خلي نكمل الفنسايات نحطهن بهذا الشكل. اي بعد لازم نكمل زي كذا. دقيقه، لا هاي بالغلط حطيتها. اوكي مو مشكله، بعدين راح ارجع لبيتي وراح اجيب بيكاكس حتى اعدلها. اوكي هذا اللي في السطح. اوكي بعدين اعدلها، هذا اللي جبت فيه العيد، بعدين ارجع لبيتي واعدلهن. اوكي طن 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 طن. اوكي هسه شنو؟ هسه نجيب الفنس، هذا الفنس نجيبه. لا مو لانترن فنس. اوكي بهذا الشكل. بعد شنو؟ بهذا الشكل. اوكي خلصنا، بس خلي نشيل هذا الدير تايات. خلاص اعتقد ما بقى شيء، بس خلي نجيب لنا بيكاكس ونعدل لنا هذا اللي خربناهن. اوكي دقيقه هسه خلي ارجع لبيتي واجيب لي بيكاكس الخرافي حتى اقدر اكسر الدايموند. اوكي هسه خلي اجيب البيكاكس الاسطوري اللي ما في احسن من عندها. وين البيكاكس؟ هاي شنو؟ قد ما عندي بيكاكس والله ما اعرف. اوكي دقيقه هسه خلي عندي مكان سري، خلي اروح له حتى اجيب البيكاكس. اوكي هنا من المكان السري. اوكي اعتقد من هذا الاتجاه المكان السري. اوكي لقينا البيكاكس الخرافيه. اوكي هسه راح ناخذ هذا البيكاكس. طبعا هاي البيكاكس اول مره راح تشوفونها بحياتكم. واو 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 بيكاكس من ايميرالد، اعتقد من ايميرالد والله ما اعرف من مال شنو هاي البيكاكس. اوكي هسه خلينا نكسر هاي الدايموند ونصعد بالديور. 1 2 دقيقه خلينا نسوي لنا درج حتى بعدين نقدر نصعد وننزل اسري، يعني ما نتعطل. اوكي كلش حلو. اوكي بعد نسوي لنا درج ثاني. اوكي يلا هسه خلي نكسر الدايموند ونشوف الشكل النهائي. دقيقه كسرنا هنا الدايموند، هسه خلي ارجع اكسر الديور. اكسر. اي هسه خلصنا. واو 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 واو، لا جبنا العيد في هاي الشغله، لا جبنا العيد. اوكي مو مشكله، هسه خلي نكسر هاي ونحط مكانها دايموند. ترى بئر صاير خرافي. دقيقه خلي اشوفكم الشكل النهائي. ها شباب ايش رايكم؟ واو واو والله الصراحه الحمد لله والشكر، صاير عندي بئر. هسه بس اكو شغله نهائيه لازم نسويها، لازم نحط هنا ماي. اوكي بس قبل كل شيء خلينا نحط لانترن هنا من يجي شكل الماي، حتى يجي شكل الماي كلش حلو. ومثلا يعني حسب اختياركم، انا الصراحه هنا راح احطها مينا نفس الشيء لانترن، او هذني البلوكات اللي يصيرن يعني ينطن ضوء بالليل. اوكي يعني يصير الشكل خرافي بالليل. اوكي هسه خلينا نصعد ونكسر هذني اللونتر. اوكي هاي بعدين نكسرها. اوكي هسه شنو بعد؟ لازم ادور لي على ماي. اوكي لازم ادور لي على ماي، اعتقد كذا تمام. والله ما اعرف، راح بعد اسوي لي كم اضافه في البئر الاسطوري مالتي. وي اسوي لي كم اضافه مثلا من هنا نسوينا زي كذا. اوكي زي كذا، ونقول بالنص نحط هاي البلوكه المضيئه، بيطلع شيء كلش حلو كلش فخم. ايه والله صار احسن. واو 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 والله الحمد لله والشكر، عندي بئر كلش حلو. اوكي هسه خلي ادور لي على مايه، اعتقد هاي مايه والله ما اعرف. دقيقه اعتقد هنا في هاي المنطقه اكو مايه، والله ما اعرف. دقيقه خلينا نشوف. بقر امور عموتي، يا رب الاقي لي مايه، يا رب. اعتقد مناني لا ماكو شيء، همين مناني ماكو شيء. اوكي من الاقي لي دائل، من الاقي لي مايه، ارد اي مايه 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 مايه. اوكي لازم بطل او شو اسمه، يعني بكت. اوكي اعتقد في هذا البيت اكو بطل او ما ادري شنو اسمه. اوكي خلي اجيب البطل وارجع لكم. ايوه اخيرا جبت لي بكتين فاضيات، وهسه راح اعبي هذني البكتات ماي. اوكي خلصنا. هسه خلينا نرجع لبيتنا وخلاص، هسه راح يصير عندنا بئر الامنيات الدايموند. هسه شباب راح نتمنى شغله وان شاء الله راح تطلع لنا. اوكي يلا ليتس جو خلينا نرجع لبيتي. والله الصراحه كلش متحمس اني، والله ما اعرف، اني راح اتمنى اني اوصل مليون مشترك. اوكي راح اتمنى اني اوصل مليون مشترك، وان شاء الله بعد 24 ساعه راح تتحقق الامنيه
مالتي ان شاء الله. نقولي نقول يا رب. اوكي اصلا هو باقي تقريبا 9000 مشترك ونص مليون. اوكي فشباب اللي مو مشترك خليه يشترك، واللي مو ضغط لايك خليه يضغط لايك. اوكي حتى نوصل مليون ونسوي لنا حفله ان شاء الله. اوكي وصلنا البئر مالتنا هسه شنو؟ عبالكم راح نحط المايه هناك وبس؟ لا لا لا، لازم نسوي لنا انفينيتي واتر. اوكي انفينيتي واتر، انفينيتي واتر، لا مو جرافل، انفينيتي واتر مو انفينيتي جرافل يا بي. اوكي اي هسه تمام سوينا انفينيتي واتر. هسه شنو بعد؟ ننزل بلوك، لا نحط المايه هنا، نحط المايه من هنا. اوكي نفس الشيء، خلي نجيب المايه ونحط المايه هنا، نفس الشيء نجيب الماي، نرجع للبئر نحط الماي. اوكي خلينا صاد خلينا صاد، اعتقد انحشرنا شباب، انحشرنا شباب يا مصدق والله انحشرنا مثل ما توقعت انحشرنا. اوكي مشكله خلينا صاد من هنا. اوكي خلينا نكسر هاي الول او البلوكه الصوف. نفس الشيء ناخذ ماي، ناخذ ماي، نرجع لهنا نحط الماي، نحط الماي. اوكي ناخذ الماي الانفينيتي الواتر اللي ما راح يخلص. طبعا الانفينيتي واتر راح تفيدنا بشغلات كلش كلش خرافيه وكلش حلوه. اوكي راح نحط الماي هنا دقيقه، خلينا ناخذ بعد ماي ماي. اعتقد خلاص بعد ما نحتاج شيء ثاني البئر خلص. وين لازم احط الماي؟ اعتقد بالنص لازم يكون هنا. دقيقه دقيقه اعتقد هنا. اي مضبوط مضبوط مضبوط. هي ليش ما جاي يصير؟ ليش ما جاي يصير شباب؟ ليش اكو تيار شفتون؟ جاي تشوفون اكو تيار غريب والله ما ادري. اوكي خلي تجيب البيكاكس خلي اطلع. اوكي مو مشكله، اهم شيء لازم يكون اكو ماي، حتى اذا يكون اكو تيار مو مشكله. اوه اجلي لا شباب اجلي. اوكي مو مشكله ان شاء الله غدا الصبح راح ارجع لهنا. اوكي خلي اسد الانفينيتي واتر، راح ارجع هنا وراح اتمنى امنيه وان شاء الله راح تصير. اوكي يلا هسه خلي اروح انام احسن لي، والله اليوم تعبت والجو صاير مطر. والله الحمد لله والشكر اليوم سوينا انجاز كلش كلش حلو. اوكي يلا هسه خلي اروح انام احسن لي. نم 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 نم. اي صباح الخير، واخيرا اجي الصبح. طبعا انا حميت الفقير. والله كلش حزين انا اليوم، لان الصراحه ما عندي اكل، والصراحه كلش كلش جوال. شوفوا عندي بس حبه خبز، شلون ورطه هاي؟ اوكي مو مشكله، حتى طاوله كل شيء ما عندي، مو مثل هذا الغني عنده طاوله وعنده ثلاجه، كل شيء عنده، بس انا كل شيء ما عندي. اوكي مو مشكله راح اكل هاي الخبزه. والله انا حميد المسكين الفقير، كل شيء ما عندي، والله ما اغيها. حتى في صناديقي والله ما عندي شيء، عندي ديرت، ما اعرف شو راح اسوي بيه ديرت، ما اعرف ما يفيد، ما يفيد الديرت، ما يفيد. والله ما اعرف شو راح اسوي، والله الصراحه اريد لي بعد خبزايه، هاي الخبزايه ما تكفي ابد، ما تكفي ابد. والله ما اعرف شنو راح اسوي يا ربي، شلون ورطها. اوكي خلي راح ادور لي على خنزير شير، راح اكلت له. والله الصراحه انا اكره لحم الخنزير لانه حرام، بس شو اسوي يعني؟ ما بيدي شيء، لازم اكل لازم اكل، كلش كلش جوعان. هذا ما يريد يساعدني، ما ادري شنو سالفته، والله ما اعرف شنو السالفه. اوكي اعتقد لقيت لي خنزير هنا. انا حصان حصان، بس المشكله الحصان ما راح ينطيني اكل. لا شلون ورطه؟ موت حصان، موت موت موت. والله اليوم اكلت لك، والله انا حميد احتاج اكل، حميد يريد اكل، طلع لي اكل حصان، اريد اكل حصان. مو مشكله حتى اريد اكل اي شيء اي شيء اي شيء. موت هاي شنو؟ لا انطاني جلد، شو اسوي بيه الجلد يا اخي؟ لا خلاص ما اريد جلد خلاص روح عشان خلاص ما اريد ماكو حتى. هاي شنو هنا ايش صاير؟ يعني دقيقة يعني جاري الغني اللي عنده من الدايموند سوى له بئر الدايموند العجيب، الدايموند يعني بئر الامنيات. دقيقة خليه اشوفه. هاي شنو؟ لا 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 مستحيل، انا همين لازم اسوي لي بئر، انا لازم اسوي لي بئر. لا لا مو وضعية هاي، مو وضعية. يعني جاري ترضونه جاري الغني يسوي له بئر من الدايموند وانا ما عندي حتى بئر؟ لا لا لازم اسوي لي بئر، لازم هسه اسوي لي بئر. اي لازم اروح واسوي لي بئر. اوكي خليني ادخل اجيب لي هذني الشغلات اللي احتاجها وحد اسوي لي بئر زي هذا الورع. والله لا بري مو وضعيها، يعني حرامات يعني هو يكون عنده بئر وانا ما عندي، مو وضعيها. اوكي مو مشكله راح اسوي لي بئر، حتى بئر بسيط هيك، ما احتاج يكون بئر كلش كبير، حتى بئر بسيط هيك على قد حاله افضل من لا شيء. اوكي مو مشكله خليني اكسر كل هذني البلوك
بركات حتى اسوي البقر اللي اريده، وان شاء الله هذا البقر راح يكون بقر امنيات. طبعا هاك البقر مال الدايموند 100% بقر مال امنيات، يعني مثلا هذا الغني اي شيء يتمناه او اي شيء يعني امنية تتحقق، مو زي كل شيء ما عندي، حتى خبز ما عندي، هو المشكلة عندي كل شيء، يعني كل شيء ما عندي يا مرضاي. اوكي خلي نشوف شلون 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 سواه. اوكي صحيت نم اوكي خلاص. ما جاي يسوي مثل هاني، جاي يسوي شغلة ثانية. هسه راح اشوف شنو هي. اوكي خليني نسوي بهذا الشكل. لا نحتاج لي فينيش. شلون ورطها؟ اوكي مشكلة، خلي لا اوكي هم زين ما خلص الديرت، والله حسبالي الديرت خلاص من عندي. اوكي مو مشكلة، اسوي بهذا الشكل. اوكي وبعدين شنو؟ دقيقة، لا ما عندي هاي البكات اللي تصدر ضوء بالليل، شلون ورطها هاي؟ اوكي مو مشكله شباب، انا ما جاي اقلده. شنو اكتبوا لي بالتعليقات انك جاي تسوي مثل ذاك الغني. لا ما جاي اسوي مثله، شنو السالفه؟ انا ما اقلده هذا. شنو؟ اوكي هسه تمام، هسه خليني صد واحد. اوكي دقيقه خليني اشوف. لا شباب ما كل شيء ما جاي اسوي له، والله بالعكس انا احبه هذه واحب كل شيء هواي، ما راح اسوي له شيء. اوكي بهذا الشكل. اوكي يا ربي خلص الدير. اوكي اعتقد الى حقن اي بقن 4 1 2 3 4، لا باقي 2. شلون ورطة هاي؟ اوكي عندنا هذا، خلي نجيبه نكسر هذا. حلو هسه شنو بعد؟ نحط هذا الثنين هنا، نحتاج بعد ديرت. اوكي خلي نجمعنا ديرت. لا هاي الشافل راح تنكسر، شلون ورطة هاي؟ ما عندي شافل ثاني، والله اني كلش فقير على قد حالي، والله ما اعرف شو راح اسوي. اوكي مو مشكله، مكان ما اخذ الديرت ليش ما اخذ خشب؟ الخشب يجي احسن بمليار مره. اوكي خلي اجمع لي خشب يا رب سريع خلي اجمع لي خشب. والله كلش فرحان، راح يصير عندي بئر زي ذاك الغني، وراح اصير غنيها نفسه، لان هذا البئر مال امنيات. هذا البئر يصير مال امنيات، والله الحمد لله وشك. اوكي هسه خلي اجمع لي هذا. اوكي هاي اخر وحده ما خشب. لا بعد اثنين، اوكي خلي نجمعها مو مشكله. بعد اثنين خليني اكسرها هاي. اكسر حميد يكسر. الا رو. اوكي هاي اخر واحدة، والله كلش فرعانة الحمد لله وشكر. الا رو. هسه تمام، هسه خليني نحلل هذا الخشبايات شنو يطلع لنا. 28 حبة خشب، كلش حلو. اوكي سوينا بهذا الشكل وبهذا الشكل. اوكي خلص بئر الامنيات الديرتي. اوكي هاي خلنا نكسرها. اي صار والله كلش فرحان. او ماي جاد، واو بئر خرافي، بس مال هذا الغني احسن. اوكي مو مشكله الحمد لله وشكر على كل حال. اوكي مو مشكله، خلي نسوي لي انفينيت ووتر حتى 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 اقدر احط لي مويه في كل مكان. اوكي انفينيت ووتر بهذا الشكل، خلي ناخذ لنا الماي اللي عندنا. اوكي هسه راح نحط الماي في هذا البئر. اوكي نحط ماي هنا وماي هنا وناخذ الماي، نفس الشيء نعيد الكره من غير اتجاه، نحط واحده هنا وواحده هنا وناخذ الماي همينا. اوكي اعتقد كلش حلو. اوكي هاي شلون نعدلها؟ لازم ننزل لجوه ونحط ديرت، لازم ينحط الدير. اوكي حط الدير هذا الشكل. اوكي بعدين نجي من هنا ونحط الماي من هنا. اوكي بعد عندنا تيار خفيف، مو مشكله ذاك التيار طبيعي يعني ما ينشال، فراح احاول اني اشيل التيار. دقيقه خلينا نشوف. اوكي نقول لازم نحط من هنا، لا من هنا. اي من هنا راح اجيب بعد ماي. لازم اشيل التيار، لان اذا يكون اكو تيار ما تضبط، يعني تصير خربانه. اوكي راح نحط من هنا. اوكي بعد وحدتين، لا طحت، لا لازم اصعد اصعد حميد، اصعد حميد، لا راح اغرق. لا خليني اقعد. اوكي خلي اجيب لي مويه همينه. اوكي اعتقد راح يصير نقول من هنا من هنا. اي صار. اوكي هسه خلينا نكسر هذني الديرتايات الموجودات هنا. تمام اوكي خلصت. طيب هسه راح نشوف اذا بئر الامنيات راح يشتغل او لا. اوكي هسه خلي لازم نحتاج ورده لونها ابيض. اوكي شاكو ورده لونها ابيض راح تتحول الى امنيات، فلازم نحط في البئر 5 وردات لونها ابيض. اوكي عندنا هذني 4 وهاي 5 وحده. اوكي راح نحطهن هنا ولازم نتمنى امنيه، وبعد 24 ساعه راح تتحقق. اتمنى لو يجيني صندوق متروس دايموند غدا الصبح من اقعد، يجيني كله
بلوكات دايموند. اوكي خلاص خلصت امنيتي، هسه خلي اروح عند بيتي وان شاء الله غدا الصبح راح يجيني صندوق هنا كامل كله موارد. اوكي اوكي الله يكلش فرحاناني. اوكي هسه خلي اروح انا وان شاء الله غدا تتحقق امنيتي. اوكي هسه خلي انا محسن لي. اي صباح الخير، واخيرا دي الصبح. طبعا انا كلش فرحان اليوم، لان الصراحه اليوم راح اجرب بئر الامنيات مالتي الاسطوري اللي ما في احسن من عنده. يلا ليتس جو ليتس جو، راح اجرب بئر الامنيات. واو 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 بئر الامنيات الدايموند. اوكي هسه شنو راح اسوي حتى تتحقق الامنيه مالتي؟ لازم اخذ لي 5 حبات ورد لونهن احمر. اوكي خلي اخذهن، واخذ هاي الرقم 4 وهاي 5. اوكي هسه راح اشمرهم واتمنى امنيه. اوكي راح اشمر، يا رب. اوكي خلاص شمرت الوردات، وهسه راح اتمنى امنيه وان شاء الله تتحقق. اوكي اتمنى لو تجيني صندوق كامل في بيتي جولدن ابل مطوره. اي جولدن ابل مطوره، لان جولدن ابل مطوره كلش نادره وكلش غاليه. اوكي هسه راح انتظر 24 ساعه وان شاء الله ان شاء الله راح تتحقق الامنيه مالتي. اوكي هسه خلي اروح. اوكي خلي اروح ارتاح شوي لين بعد 24 ساعه تتحقق امنيتي. اوكي هسه خلي اقعد هنا احسن لي. صباح الخير، واخيرا نجي الصبح، والله كلش فرحاناني. هاي شنو؟ ماكو صندوق اللي تمنيته؟ لا يعني البئر الامنيات مالتي خربان. لا شو مرضاي. والله لازم حل وحيد اني اروح عند ذاك جاري اقول له يساعدني. والله مو ضيال. هاي شنو صندوق هنا؟ دقيقه هاي شنو؟ دايموند. لا مستحيل، والله بئر امنيات خرافي. واو 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 تحققت امنياتي يا شباب وبنات. واو 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 صرت غني. او ماي جاد. واو 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 كلش حلو. او ماي جاد، والله هذا البئر مالتي اسطوري، البئر مالتي خرافي. والله الحمد لله. واو دايموند، شوف الدايموند. والله ما مصدقاني، يعني هسه بيتي صاير من الدايموند. واو 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 بيت صاير من الدايموند احسن من ذا. والله عنده بئر الامنيات الفاشل. والله ما اعرف ليش صارت الدنيا لين. اوكي هسه خليه يرجع ثاني، لو راحت خلاص راح اشتري لي بيت ثاني. واو 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 الحمد لله وشكرا على كل حال. صباح الخير، واخيرا نجي الصبح. هو المفروض اليوم تجيلي صندوق الامنيات. اوكي يلا ليتس جو. اي اجا انا راح اخذ لي نوت شابل، واخيرا راح اروح ابيعهم في السوق بستكات وبلوكات امرالد، حتى هذا البيت الامرالد ان شاء الله اقدر اشتريه. اوكي هسه يلا ليتس جو، راح افتح صندوق الامنيات. يلا 1 2 3. هاي شنو؟ لا ليش ما جاني شيء؟ ليش؟ والله ما اعرف شنو السالفه. اعتقد البئر مالتي خربان. والله ما اعرف شباب وبنات. دقيقه هاي شنو هذا عنده بئر وجال. دقيقه يعني هذا الفقير صاير غني، يعني سوى بئر من الديرت ما ادري شنو وتحققت امنيته، بس انا ما تحققت. والله ما اعرف شنو السالفه، اعتقد البئر مالتي خربان. دقيقه خليني اشوف سنة. تيار. لا هاي شنو؟ لا